عقد مجلس جهة الدار البيضاء أمسنا الجمعة دورته العادية لشهر ماي، حيث تمت خلال الاجتماع المصادقة على برمجة الفائض لتدبير سنة 2013. الدورة كتكتسي واحد الصبغة خاصة، وغيكون أهم نقطة اللي غتكون مدروجة فيها إن شاء الله هي البرمجة ديال الفائض ديال 2013. برنامج الفائض هي عادة كتكون في الدورة ديال يناير، إلا أنه تاء المجلس هاد السنة صفة خاصة باش تكون في دورة ماي. دورة ماي العادية كانت مناسبة لمناقشة المطالب الاستعجالية للمناطق المستهدفة بالتأهيل التنموي. أعتقد بأن نحن في واحد المرحلة انتقالية، لأننا مقبلين على جهوية موسعة إن شاء الله الرحمن الرحيم في 2015. نقوم حاليا بوضع الأرضية للمستقبل، وذلك من خلال خلق مؤسسات أو إطارات تنظيمية مؤسساتية، وكذلك بعض البرامج التكميلية ديال فيما يخص البرمجة، فيما يخص إعادة البرمجة، فيما يخص بعض المشاريع، فيما يخص الاتفاقيات والالتزامات اللي عندنا. النقاشات قادت إلى المصادقة على مجموعة من المشاريع المهيكلة، منها اتفاقية تهيئة حديقة الحيوانات عين سبع، واتفاقية شراكة من أجل تمويل برنامج تأهيل وإتمام أشغال العمليات الخاصة بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى. دور أحياء الصفيح كاين عدة برامج، كاين برنامج اللي كيهم المكنسة، دوار المكنسة الشمالية اللي غتكون واحد 10 مليون ديال الدرهم، كاين كذلك دوار ولاد حادة اللي تا هو فيه 10 مليون درهم في عملة مقاطعة بنسيك، كاين دوار سيدي أحمد بن الحسن تا هو كذلك بنسيك. المهم الغلاف المالي الإجمالي لهاد الشيء ديال المدن الصفيح وديال الدواوير تقريبا واحد 60 مليون ديال الدرهم. وفي أعقاب ذلك وافق المجلس على عدد من المشاريع، منها اتفاقيته مشاركة تتعلق ببناء قاعة مغطاة بدرب غلف وبناء وتجهيز محطة للقطار بجماعة أنواصر.